أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ترجم سلبيات الحياة إلى إيجابيات. ذلك أن الحياة لا تخلو لا من إيجابياتها ولا من سلبياتها. يوم القيامة تكون الإيجابيات كلها في صوب الجنة، والسلبيات كلها في النار. أما في الدنيا فلقد خلط الله الليل بالنهار، والخير بالشر، والصلاح بالفساد، والإيجابيات بالسلبيات. ومن يقول لك أن باستطاعتك أن تعيش في بحبوحة من العيش دائما وسلامة كاملة من الجسم دائما ورخاء دائما في الحياة، فإنه في أحسن الفروض يريد منك أن تطمح إلى ذلك. أما تحقيق هذا الأمر على الأرض، أي الرخاء الدائم والسلامة الدائمة وبحبوحة العيش بشكل دائم، هذا غير ممكن. ففي الحياة إيجابيات كما قلنا وسلبيات، كما فيها ليل ونهار وصحة ومرض وفقر وغنى. وحدها جنة الفردوس، حياتها بلا موت وإيجابياتها بلا سلبيات. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار كما يقول القرآن الكريم. أما الحياة الدنيا التي نعيشها فإنما سميت الدنيا لأنها من الأدنى ليس من الأعلى. ربنا سمى هذه الحياة بالحياة الدنيا، أي الحياة الدنية لا الحياة العالية. الحياة الحقيقية هي الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان. أما الدنيا فهي نوع من أنواع الحياة، لكنها حياة دنية، فيها أمور تخيفنا وقضايا تقلقنا ومشاكل تعترض طريقنا، وكل ذلك جزء من حياتنا. من هنا فإن بعض الخوف متوقع، وكذلك بعض القلق طبيعي، وبعض المشاكل في دنيانا واقعية. غير أن الزيادة في هذه الأمور هي التي لا بد من التخلص منها ومحاولة حل المشاكل إذا زادت عن المقدار الطبيعي. يعني أن تكون الحياة كلها مشاكل أيضا ما أرادها الله. حتى بالنسبة إلى الذين كفروا به، فربنا عز وجل يعطيهم ما يعيشون به في هذه الحياة ويتمتعون فيها. قل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. كما أنه لا بد أن يكون مثلا في دمك ضغط محدد 12 ونصف على 8 مثلا، أو 120 على 80. هذا المقدار من الضغط في الدم مطلوب، لكن إذا تجاوز هذا الحد ووصل إلى 20 على 10، 200 على 100، فلا بد من معالجة ذلك بالدواء. أن يكون في دمك بعض السكر أمر طبيعي ولا بد أن يكون كذلك، إلا أنه لو زاد عن الحد الطبيعي فهو الذي يجب أن يعالج. كذلك لا بد من وجود بعض الخوف،
الخوف من نعم الله، الفقر من نعم الله، المرض من نعم الله، لكن بمقدار معين. لأن الخوف مثلا من الدوافع الرئيسية للتقدم في الحياة، ولا بد أيضا من وجوده، كما أن القلق أيضا بمقدار معين أمر طبيعي ومن نعم الله، لأنك في هذه الحياة لست عالما بالمستقبل ولا تعرف الغيب، فلا تعرف ما هو مصيرك غدا وبعد غد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نحن نعرف أننا سنفقد شيئا ما في وقت ما في المستقبل، نحن نعرف أننا سنواجه موت بعض الأقرباء، بعض الأرحام، بعض الأعزاء، هذا أمر طبيعي، ومن ثم فهو يقلقنا. قدراتنا تتراجع شئنا ذلك أم أبينا، قوتنا، نشاطنا بمرور الزمن، كل ذلك يقل في المستقبل. أما ما هو موت مبكر مثلا، هذا مخيف، هذا مقلق بشكل غير طبيعي. لا بد من أن نهتم لكي لا نموت مبكرين، لا بد من الوقاية من أسباب الموت في غير وقته. إذا كان طول في العمر ففيها الشيخوخة وفيها الضعف وفيها الهزال وتراجع السمع وتراجع البصر وجميع الحواس، لكن أن يموت الإنسان وهو في ريعان الشباب، لا، هذا لازم نعالجه، لازم نخلي ما يقع. بعض الخوف مثلا جزء من الحياة، لولا أنك تخاف من الفشل لم تحاول أن تنجح، لولا أنك تخاف من بعض الحشرات وبعض الحيوانات والميكروبات لم يتقدم علمنا في الطب، لولا أن الشاب يخاف من أن لا يحصل على عمل لم يبذل جهده لكي يتعلم بعض المهارات، هذا أمر طبيعي زايد من عنده لازم نعالجه. لكن السؤال هو، مع وجود السلبيات في هذه الحياة، كيف نترجم السلبيات إلى أمور إيجابية؟ وأساساً هل هذا ممكن؟ يعني هل يمكن أن نترجم الخوف إلى عمل إيجابي، والقلق إلى موقف إيجابي، والمرض إلى نتيجة إيجابية؟ الجواب نعم، وهذا هو المطلوب وهذا هو التحدي. فلولا أننا نقلق على صحتنا لم نكن نراجع الأطباء، لم نكن نحسن من عاداتنا في التغذية مثلا، لازم عندنا قلق، فنترجم قلقنا إلى تحسين التغذية، قلقنا من الموت، قلقنا من المرض، خوفنا من فقدان بعض ما أودع الله فينا من حواس، هذه كلها تدفعنا إلى أن نقوم بتحسين حياتنا. لولا أننا نخاف من الموت لم نكن نقدم على المبرات مثلا والأعمال الصالحات وخدمة الآخرين. نعم، لابد أن تخاف من الموت وأن تستوحش من القبر حتى تزرعه بالرياحين من خلال العمل الصالح، من خلال العطاء، من خلال المبرات، من خلال التعاون مع الآخرين. فعندما تخاف من شيء باعتباره مجهولا، فحاول أن تقرأ عنه وتطالع ما هو متوفر فيه وتضيف إلى معلوماتك أشياء جديدة حول ما يقلقك. وإذا كنت تخاف من أن تفقد بعض ما منحك الله من الطاقات، فحاول أن تستفيد منها الآن.
يعني إذا كنت تعرف راح تصير كبير في العمر، وسمعك يصير ثقيل، عينك تصير ضعيفة. زين الآن اللي عينك سالمة وسمعك طبيعي، حاول أن تستفيد قدر الإمكان. التقيت بأحدهم، كان صوته جدا جميل، فقلت له: أنت في الشباب، مرحلة الشباب، صوتك جميل، استفيد من هذا الصوت الجميل في تلاوة القرآن الكريم، في تلاوة الأدعية مثلا، واطمئن أنه أنت ما راح يبقى صوتك بهالجمال بمرور الزمن. تشيخ، تكبر، صوتك ما راح يكون صافي مثلا. يعني في جميع حواسنا، إذا كنا قلقين ونحن نعرف أننا سنفقد بعض من هذه الحواس وتضعف عندنا، خلينا نستفيد من عدها الآن ما دام أنت ما تحتاج إلى النظارات، ومن ثم تستطيع أن تقرأ بالساعات. فإذا طالع الآن، حاول أن تستفيد من طاقاتك الآن ولا تهدر منها شيئا. اقرأ الكثير الآن. يعني إذا قيل لك مثلا أنك بعد 10 سنوات أنت مصاب بمرض معين في العين لا سمح الله، وبعد 10 سنوات ستكون أعمى، كيف تفسر هذا الأمر وكيف تترجم هذا القلق إلى عمل إيجابي؟ عندك خيارين: أن تجلس وتتباكى على نفسك حينما تصبح أعمى بعد 10 سنوات، أو أن تستفيد من عينك الآن. يقول: بعد 10 سنوات أنا غير قادر على أن أقرأ، إذن خلي أجمع أكبر مقدار ممكن من المعلومات من خلال المطالعة. كذلك فيما ارتبط بسمعك، إذا قيل لك أنك ستفقد سمعك بعد سنة، إذن الآن استفيد من سمعك بمقدار ما تستطيع. استمع إلى المحاضرات، استمع إلى كل ما ينفع، حتى إذا فقدت سمعك تكون قد استفدت الشيء الكثير. اتعلم مهارة ما تعتمد على السمع، اتعلم لغة من اللغات، وهكذا لابد من ترجمة السلبيات الموجودة في الحياة إلى إيجابيات. والتصدي للمشكلة إذا حدثت من دون أن نغرق فيها ومن دون أن نهرب منها، لا فائدة من الهروب. والفرق هو نفس الشيء الذي تهرب منه. يعني إذا كانت هنالك مشكلة أو ستقع لك مشكلة، أنت بين 3 خيارات: خيار أن تغرق في هذه المشكلة وتغوص فيها ولا تخرج منها، خيار آخر أن تتغافل عنها، يعني تهرب منها إلى أمام وكأن المشكلة لا غير موجودة أو لن توجد، الخيار الثالث أن تحاول أن تستفيد الآن من وقتك، من طاقاتك، وأن تحاول أن تحل المشكلة التي قد تقع لك في المستقبل. من كان دائم القلق على شيء ما يتوقعه، فإنه يزيد المشكلة على نفسه، تماما مثل ذلك الذي يخاف من الفقر فلا يبذل ماله حتى لنفسه. وحينئذ كما يقول الإمام علي سلام الله عليه: عجبت من البخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب. يعني كان يخاف من الفقر، زين، فلأنه يخاف من الفقر ما يبذل ماله، كأنه استعجل الفقر على نفسه. الآن يعيش فقير حتى لا يعيش فقير، هذا خطأ. من يخاف من شيء ولا يقوم بأي خطوات عملية لمواجهة ما يخاف منه، فهو يستعجل على نفسه أسباب الخوف وأسباب القلق. إذن تحرك واتخذ الموقف الصحيح وافعل شيئا، وانخرط في مختلف الأنشطة والمشاريع النافعة، وبذلك تترجم خوفك من السلبيات، خوفك من الموت، خوفك من المرض، خوفك من الشيخوخة، إلى إنجاز في حياتك. حولت الخوف وهو أمر سلبي إلى إنجاز وهو عمل
إيجابي. يقول الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه إن لقمان قال لابنه: يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإيمان، وشراعها التوكل، وقيمها العقل، ودليلها العلم، وسكانها الصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.